السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح نبدأ مع بعض بمقرر الجنرال بيولوجي. طبعا راح نبدأ الآن بقسم النبات، خلصنا قسم الحيوان وراح نبدأ بقسم النبات. طيب بداية هون بحكي لكم المحتويات اللي راح يتضمنها هذا الشابتر أو هاي المحاضرة. أول شيء عندنا المقدمة بحكي لكم، راح نحكي عن the living cell اللي هي الخلايا الحية، basis of cytology and histology يعني أساس علم الخلية والأنسجة، major difference يعني الاختلافات الرئيسية between ما بين الإيكاريوتيك and البروكاريوتيك cell، تمام ولا لا؟ يعني الاختلافات الرئيسية ما بين الخلايا حقيقية النواة والخلايا إيش البدائية، تمام ولا لا؟ راح نحكي عن الخلايا، الاختلاف ما بين الخلايا حقيقية النواة وإيش وبدائية النواة. طيب وكمان غير هيك بحكي لكم، راح يحتوي هذه المحاضرة على إيش؟ على الميجر ديفرنس برضو، عن الاختلافات الرئيسية ما بين النباتات وإيش والحيوانات، اللي هي الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية، هي plants and animal cells، تمام؟ طيب شوفوا شو بحكي لكم هنا. هنا بحكي لكم عن the principles of cell theory، يعني عن مبادئ نظرية الخلية، تمام؟ طيب شو أول إشي هون؟ theory معناها نظرية، تمام؟ مبادئ نظرية إيش الخلية؟ شو بحكي لكم هون؟ بحكي لكم all living things are made of cell، يعني بحكي لكم إنه جميع الكائنات الحية، أي كائن حي هو مصنوع من إيش؟ من خلايا، ما في كائن حي عندنا مش بص ما فيه خلايا، تمام؟ طيب made معناها مصنوع. بحكي لكم هنا the cell can be defined، يعني إحنا بإمكاننا إن نعرف الخلية، إيش نعرفها؟ is a smallest unit، يعني إنها أصغر وحدة، أصغر وحدة إيش؟ of a life، of a life في الحياة، تمام؟ إذا بإمكاننا إن نعبر عن الخلية أو نعرفها إنه هي عبارة عن إيش؟ أصغر وحدة في الحياة. بكل قوة which is able to control and perform several function in all living organism، يعني بحكي لكم إنه هذه الخلية هي عبارة إيش؟ قادرة، able معناها قادرة، to control، control على إيش؟ التحكم، and perform several function على أداء العديد من إيش؟ من الوظائف في جميع الكائنات الحية، تمام؟ إذا مرة ثانية، الخلية هي أصغر وحدة في الحياة موجودة عندنا، هذه الخلية لها قدرة على إيش؟ على التحكم وإيش؟ وأداء العديد من الوظائف، سيرفل فانكشن يعني العديد من الوظائف، فانكشن معناها، تمام؟ إيش في جميع الكائنات الحية، مفهوم ولا لأ؟ طيب الآن بحكي لكم the term cell، شو يعني term؟ term يعني مصطلح، مصطلح الخلية من وين جابوا؟ من وين جابوا اسم خلية؟ بحكي لكم derivate، derivate مشتق من وين؟ from a Latin word cell، يعني بحكي لكم إنه هذا الاسم الخلية اشتقوه من اسم إيش؟ لاتيني اللي هو هذا الاسم، شايفينه؟ بحكي لكم هذا معناه small room، شو يعني small room؟ يعني غرفة صغيرة، هذا معناه اللي هو معنى السل أو السيليولا، تمام؟ طيب شو بحكي لكم هنا؟ بحكي لكم هنا it was first observed، يعني تم ملاحظة، observed ملاحظة by a scientist named Robert Hooke in the year 1665، يعني أجا عندنا عالم اسمه روبرت هوك، هذا روبرت هوك عمل لاحظ عدة أشياء، نشوف إيش الملاحظات اللي شافها روبرت هوك. أول إشي بحكي لكم observed several إيش of cork، يعني لاحظ إيش اللي هو عندنا، خلينا نحكي قطعة من إيش؟ من silver of cork، تمام ولا لأ؟ نحكي يعني قطعة من الفلين، تمام ولا لأ؟ غير هيك بحكي لكم so شاهد row of empty box، يعني شاهد إيش؟ صف، رو معناها صف، صف من إيش؟ من الصناديق إيش؟ الفارغة، تمام ولا لا؟ غير هيك بعد ما هاي الملاحظات إيش؟ connected the term cell، يعني إيش؟ اصطلح أو صنع إيش؟ مصطلح اللي هو الخلية. هاي هذا صورة لريبورت هوك،
تمام؟ مفهوم ولا لا؟ هاي شوفوا زي كيف اللي هو شاف، هاي زي أكنه شاف اللي هي عندنا عبارة عن صف من خلينا نحكي البوكسات الفارغة، ولاحظ إنه إيش في عندنا، إيش قطع من إيش، من اللي هي الفلين، فهذا كلياته أطلق عليه مصطلح إيش، الخلية. مفهوم ولا مش مفهوم؟ إن شاء الله يكون مفهوم. طيب نيجي الآن نشوف هذه الخلية. أول إشي راح نحكي عن إيش، راح نحكي عن السيل أورجنز، تمام ولا لا، اللي هي أعضاء الخلية، تمام. طيب شوفوا عندكم الشكل اللي هو الواضح لنا، هاي هون راح نحكي عن أعضاء، هي أعضاء الخلية. شو بحكي لكم؟ The cell is a system، يعني إنه الخلية هي عبارة عن إيش، نظام. That is made of a bunch of parts، تمام ولا لا، يعني مكونة من إيش، من مجموعة أجزاء، تمام، أو من أجزاء متفرعة، تمام، أو مجموعة أجزاء. طيب شو هي، بحكي لكم. Without each part working together، تمام ولا لا، the cell cannot function، يعني بمعنى آخر بحكي لكم، إذا الخلية without، إذا الخلية كل جزء فيها ما عمل مع بعضه together، تمام، هذا يعني إنه إيش، الخلية ما راح تأدي وظائفها، يعني كل أجزاء الخلية بتعمل مع بعض، لو إحنا كل عضو بده يعمل لحاله هذا يعني إنه الخلية ما راح تأدي إيش وظيفتها، تمام ولا لا. هي without معناها بدون، each part كل جزء، working يعني يعمل together مع بعض، إيش the cell الخلية cannot function، لن تؤدي إيش وظيفتها، تمام. طيب شو بحكي لكم هون، these parts يعني هذه الأجزاء اللي موجودة بالخلية، هاي الأجزاء شو بيطلقوا عليها اسم organelles، شو يعني organelles، اللي هي تسمى العضيات، تمام. بحكي لكم and eukaryotic cell are full of them، تمام ولا، بحكي لكم وأكثر إشي عندنا اللي هي خلية، الخلية حقيقية النواة، حقيقية النواة بتكون مليئة بإيش، بالعضيات، full يعني مليئة، تمام ولا لا. طيب شو بحكي لكم أمثلة على هذه العضيات اللي هي الأورجنلايسيس اللي موجودة في الخلية، عندنا الميتوكوندريا، الليسيسيوم، تمام ولا لا، عندنا اللي هي الكلوروبلاستيد اللي هي البلاستيدات الخضراء، الاندوبلازما ريكيولوكليوم اللي هي، هاي أخذناها الشبكة إيش، الاندوبلازمية، ماشي الحال. طيب وهي هون عندكم العضيات، هاي هون عندكم الشبكة الاندوبلازمية الناعمة، هون عندنا الشبكة الاندوبلازمية الخشنة، هاي الناعمة، وهون إيش الخشنة. طبعا هاي على فكرة أخذناها في الحيوان، يعني ناقشناها هاي الصورة، وهون عندنا الرايبوزومات، هون هاي البلاستيدات الخضراء، تمام ولا لا، هون جدار الخلية، هون السيتوبلازما اللي بتكون فيه العضيات، وهون النواة والنوية إلى آخره، تمام ولا لا، وحكينا جهاز جولجي اللي هو هذا، تمام. طيب وهي اللايسوم، تمام، هذه إيش اللي هي، اللي هي الأعضاء بتاعت الخلية، ماشي الحال. طيب خلينا نيجي الآن على the living، إيش أن the living cell اللي هي الخلايا الحية، راح نحكي عن إيش الخلايا الحية. شو بحكي لكم، all unicellular organism، تمام ولا لا، single cell يعني بحكي لكم إنه جميع الكائنات وحيدة الخلية، unicellular organism الكائنات إيش مالها، وحيدة الخلية اللي إلها فقط خلية واحدة، including، تمام ولا لا، bacteria and إيش أرشيا، تمام ولا لا، يعني بحكي لكم مثال عليها اللي هي البكتيريا، أن هاي وحيدة الخلية، وإيش هاي النوع الأول، والنوع الثاني اللي هو الأرشيا اللي هي بسموها الخلايا الأثرية أو الأرشيا، تمام ولا لا. إذا لو أنا جيت سألتكم أعطوني أمثلة على السنجل سيل اللي هي عندنا هذه الخلية وهذه البكتيريا وإيش والإرشة، تمام؟ طيب بحكي لكم إنه هذه البكتيريا والإرشة which are composed
تمام ولا لا؟ يعني بتتكون عندنا اوف ا سنجل سيل من خلايا ايش وحيده. ار اكزامبل اوف بروكيريوتيك سيل، يعني هذه البكتيريا والايرشيا هي عبارة عن إيش؟ عن خلايا وحيدة الخلية، وبسموها إيش اللي هي مثال على إيش؟ بدائية النواة. إذا لو أجي سألني أعطوني أمثلة على خلايا بدائية النواة اللي هي مين؟ البكتيريا وإيش؟ والإيرشيا، تمام ولا لا؟ طيب بكلكو all multicellular organisms، يعني جميع الكائنات متعددة الخلايا، جميع الكائنات متعددة إيش؟ الخلايا، يعني فيها many or more than one cell، يعني راح يكون فيها أكثر من خلية، تمام ولا لا؟ including إيش؟ humans، يعني هذه الكائنات المتعددة الخلايا بتتضمن مين؟ بتتضمن البشر اللي هو إحنا. إحنا فينا إيه؟ نعتبر فينا خلايا متعددة، صح ولا لا؟ وبحكي لكم هنا which are composite، يعني تتكون complex or many cell، يعني من خلايا ايش؟ معقدة. complex معناها معقدة أو عديدة. are example eukaryotic cell، يعني هاي أمثلة على خلايا حقيقية النواة. ماشي الحال؟ طيب مرة ثانية الآن اللي بدنا نعرفه، إحنا الخلايا في عنا إشي اسمه حقيقية النواة وفي إشي بدائية النواة، تمام؟ بداية النواة اللي هي هي البروكاريوتيك سيل، هي شايفينها بداية النواة. هذه بتكون إيش؟ الكائنات فيها بس سنجل سيل، يعني فيها إيش؟ خلية واحدة. مثال عليها اللي هي البكتيريا وإيش والإيرشة، مفهوم ولا لا؟ هاي أمثلة على إيش؟ على خلايا البروكاريوتيك سيل، تمام ولا لا؟ بينما الخلايا الكائنات الحية الأخرى اللي هي زي البشر والكائنات الغير البكتيريا والايرشيا، هاي بتكون ايش؟ متعددة ايش؟ الخلايا، تمام ولا لا؟ كائنات متعددة ايش؟ الخلايا. ماشي الحال؟ بحكي لكم بتكون مكونة من خلايا معقدة، تمام؟ او اكثر من خلية، وهذه امثلة على ايش؟ على خلايا، على حقيقية النواة، خلايا حقيقية ايش؟ النواة. ماشي الحال؟ طيب الان شو بحكي لكم هون؟ بحكي لكم هون both prokaryotic cell and eukaryotic cell، يعني كلا الخلايا البدائية، البدائية النواة والحقيقية النواة، إيش مالهم كلاهم؟ have cytoplasma. إذا بإيش بتشابهوا؟ إنه عندهم إيش؟ cytoplasma cell membranes اللي هو غشاء ايش؟ الخلية. and ايش؟ and genetic اللي هو ان genetic material in common، تمام ولا لا؟ يعني في عنا كمان ايش؟ مواد وراثية مشتركة، تمام؟ اللي هي الجينيتيك material is common. ماشي الحال؟ طيب يعني هون بحكي لنا الأشياء اللي بتتشابه فيها الخلايا البدائية مع الخلايا إيش؟ الحقيقية. ماشي الحال؟ طيب نيجي هون، طبعا هون معطيكو اللي هي الرسمة لكل واحدة فيهم اللي هي البدائية مع إيش؟ مع الحقيقية. ماشي الحال؟ هاي هون في لهم غشاء خلية، كل واحدة لها غشاء خلية. هون عندنا السيتوبلازما موجودة عندهم، هاي حكينا بتشاركوا بالسيتوبلازما. هون عندنا الميتوكوندريا، هون النيوكليوس، وهون جدار الخلية، تمام ولا لا؟ طبعا بتلاحظوا، إذا بتلاحظوا هي طلعوا لي عشان تشوفوا إيش الأشياء المتشابهة اللي يعني الخليتين هون خلايا إيش؟ نباتية. هذه خلينا نحكي هذه حقيقية النواة، تمام؟ هاي عشان تشوفوا إيش هاي عندكم، معطيكو هاي أمثلة على إيش؟ على نوعين من الخلايا اللي هم النباتية والحيوانية، بعمل لكم إيش؟ مقارنة بيناتهم. ماشي الحال؟ الخلايا النباتية هون هاي عندها سيل ميمبرز، هاي عندها سيل ميمبرز، هاي عندها سيتوبلازما، هاي عندها سيتوبلازما، هاي عندها ميتوكوندريا، هاي عندها ميتوكوندريا، كل واحدة فيهم إيش؟ عندها نواة،
وعندهم كمان فجوة، إذا بتلاحظوا الخلايا اللي بتكون فيها فجوات كبيرة حيوانية ده. وهون عندنا إيش اللي هي الرايبوزومات، تمام ولا لا؟ بينما الاختلاف وين بيكون؟ الاختلاف بيكون هون، عشان تشوفوه الاختلاف بيكون هون. الخلايا النباتية لها سيل وول، يعني جدار خلية، وهذا مش موجود في الخلايا الحيوانية اللي بتلاحظوا. وإلها إيش كمان اللي هي الكلوروبلاست اللي هي المتبسيدات الخضراء، وهاي بس موجودة وين؟ في الخلايا النباتية. فشفتوا وين الاختلاف بين الخلايا النباتية والحيوانية؟ تمام؟ طيب خلينا نرجع نستكمل هون. نيجي الآن هون، الآن معطيكم هون اللي هي حياة الخلية. السل بشكل عام تنقسم عنا اللي هي لخلايا بدائية النواة وحقيقية إيش النواة، تمام ولا لا؟ هي البروكاريوتيك والإيكاريوتيك، تمام ولا لا؟ بدائية النواة وهون إيش حقيقية النواة. يلا هون معطيكم أمثلة على بدائية النواة، حكينا اللي هي البكتيريا اللي هي الإيرشيا بكتيريك، تمام ولا لا؟ اللي هي هذا النوع الثاني اللي هي الإيرشيا، بس أنا معطيك إيرشيا بكتيريك، تمام بكتيريا، تمام ولا لا؟ طيب الآن حقيقية النواة إلها أكثر من إيش؟ أكثر من مثال. في عنا اللي هي عنا هون البروستيتس، عندكم هون الفنجي اللي هي الفطريات، تمام. هون عندنا النباتات مثال عليها، الأنيمالز اللي هي الحيوانات أمثلة على إيش؟ على حقيقية النواة. ماشي الحال؟ فهذول إيش لازم تحفظوهم، اللي هي ممكن يجيب لكم إنه أعطوني مثال على حقيقية النواة وعلى إيش وعلى بدائية إيش النواة. طيب خلينا نيجي الآن نحكي عن basis of cytology and histology، يعني على عن أساس علم الخلية وإيش وعلم إيش الأنسجة اللي هي الهيستولوجي. طيب شو بحكي لكم هنا؟ بحكي لكم سايتولوجي، سايتولوجي معناها علم الخلية، is the branch of life science that deals with the study of cell in terms of structure. يعني بحكي لكم إنه علم الخلية هو عبارة عن ذلك الفرع، يعني is that branch فرع من إيش؟ من فروع إيش؟ life science اللي هي علم الحياة. ماشي؟ بكلكو that deals معناها يتعامل which the study of cell in the term structure، يعني اللي بتعامل مع دراسة الخلية من حيث إيش؟ التركيب اللي هو structure، تمام؟ function كمان من حيث الوظيفة، وظائف هاي الخلية، وإيش وأنت كيمستري اللي هي الكيمياء، كيمياء هذه الخلية. ماشي الحال؟ إذا أول إشي، إذا هون عندنا تعريف إيش اللي هو السيتولوجي. إيش هو السيتولوجي؟ إيش هو علم الخلية؟ بكلكو is the branch of life science، يعني هو عبارة عن فرع من فروع علم الحياة that deals بتعامل مع إيش؟ with the study of cells، يعني بتعامل مع دراسة الخلية، تمام ولا لا؟ اللي ايش؟ اللي بتتضمن عندنا التركيب والفانكشن اللي هي الوظيفه والكيمستري، تمام؟ طيب نيجي على ايش؟ على تعريف الهستولوجي اللي هو علم ايش؟ علم الانسجه. يلا شو هو علم الانسجه؟ بحكي لكم is the study of microscopic، يعني هي عباره عن ايش؟ عن دراسه ايش؟ microscopic عندكم هون أنتومي، يا أنتومي، يعني هو عبارة عن دراسة التشريح، التشريح المجهري، تمام؟ اللي هو مايكرو، عندكم مايكرو أنتومي اللي هو هذا اسمه علم التشريح المجهري، تمام؟ of cell and tissues of plants and animals، يعني هذا العلم هو عبارة عن علم التشريح المجهري للخلايا وإيش وأنسجة النباتات والحيوانات، مفهوم ولا لا؟ إذا عشان تشوفوا في اختلاف كبير بين هذول العلمين السيتولوجي والهيستولوجي. السيتولوجي بيتعامل مع الخلية نفسها، بدرس تركيبها ووظائفها وإيش كيميائيتها، بينما الهيستولوجي بتعامل مع إيش؟ مع التشريح المجهري لإيش؟ للخلايا والأنسجة النباتات والحيوانات، تمام ولا لا؟ بحكي لكم
It is an essential tool of biology and medicine. يعني بحكي لكم إنه هاي عبارة عن أداة أساسية في إيش؟ في علم اللي هو في علم الأحياء البيولوجي وإيش؟ والطب. ماشي الحال؟ من هاي في مواد متخصصة، مواد بسموها السيتولوجي، مواد بسموها إيش؟ الهيستولوجي، بدرسوها طلاب إيش؟ الطب. ماشي الحال؟ طيب خلينا نيجي هنا، هون بحكي لكم basic ايش of cytology and histology، نفس الشيء بس نفس ايش الموضوع. تمام، بحكي لكم هنا different type of microscope، يعني عندنا المجاهير مختلفة. تمام ولا لا؟ have been developed، يعني تم تطويرها، يعني عبر الزمن هم عملوا على تطوير الميكروسكوبس اللي هو المجهر. تمام ولا لا؟ المجهر تم تطويره عبر ايش يعني تم تطوير مجاهير مختلفة. تمام، to explore the cell organelles and histology. ليش بطوروا هم بالمجاهر؟ حتى يطوروا، حتى يكتشفوا. تمام ولا لا؟ حتى يكتشفوا الاكتشاف ايش عضيات الخلية وانسجتها، ايش وانسجتها. يعني الان ممكن في اول اشي اول مجاهر، هذا المجهر طبعا بتعرفوا هذا اخذتوه اكيد في المدارس، هذا المجهر هذا بتكون تشوفوا عن طريقه ايش اللي هو عضيات الخلية. شوي شوي هاي شايفين المجاهر صارت ايش تتطور، كل ما طور المجاهر اكثر والعدسات الموجودة فيه اكثر، كل ما توصلوا انه يشوفوا ايش عضيات الخلية بشكل أوضح. تمام، لأن الخلية أنتوا عارفين صعب نشوفها بالعين المجردة، نحتاج إلى إيش؟ إلى مجهر. ماشي الحال؟ هذا بالنسبة للي هو علم الأنسجة وعلم إيش الخلية. مفهوم ولا مش مفهوم؟ إن شاء الله يكون مفهوم. يعطيكم العافية.